بازار للأسر المنتجة في المكلا، حدث بارز كان له صداه ووقعه الخاص من واقع بصيص أمل الإنتاج والكفاح لمواجهة التداعيات الاقتصادية وأعباء الحياة المعيشية في ظل الحرب وتردي الأوضاع المعيشية. نفذت مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية ومؤسسة أنقاد للتنمية البازار الأول للأسر المنتجة، كما يحتوي البازار على عدة أركان، منها ركن الأدوات المدرسية وملابس المدرسية، وركن أركان للأسر المنتجة من الخياطة وأكسسوارات وصناعات محلية يدوية. بازار احتوى على أركان متنوعة كركن المشغولات اليدوية والزي المدرسي والأدوات القرطاسية والمكتبية الخاصة بالمدارس، بهدف توفير مداخيل إضافية للأسرة تساعدها على مواجهة الظروف المادية القاهرة والصعبة، ولتشكيل نواة لأسر منتجة وفاعلة على طريق الإنتاج والاكتفاء. كذلك ركن الزي المدرسي والقرطاسية المكتبية المدرسية، البخور والصوابين والعطور المصنعة منزليا، كذلك شمل على الملابس المخيطة عبر النساء في المنازل والصناعات الغذائية. بازار وفر نقاط بيع لتصريف البضاعة والمنتجات، وهو طموح معتمل لدى القائمين عليه بجعلها نقاط بيع دائمة لا موسمية، في معرض مثل فرصة للمشاركات على خلق علاقة مباشرة مع الزبائن، إضافة إلى تنسيقهن مع منظمات المجتمع المدني، والتي بدورها أبدت استعدادها على تبني هكذا مشاريع تسهم في تحسين وتعزيز الوضع المعيشي للأسرة. أدرب أكثر شيء للتحف والأصداف، كمان الإكسسوارات بجميع أنواعها سواء بالريزن أو السيراميك أو الإكسسوارات العادية. طبعا شاركت في هذا البازار، الحمد لله كان الوضع مرة جميل، يعني إحنا اليوم من الصباح شاركت اليوم الصباح واستمرنا للعصر هنا، فما شاء الله تبارك الله الإقبال هنا جميل. وغير كذا ما شاء الله عندك الأسعار هنا حلوة ومناسبة وتعتبر في متناول الجميع. معرض كان لذوي الاحتياجات الخاصة حضور بارز في قسم الإكسسوارات والحلي من قبل إحدى خريجات مركز الحماية وسبل المعيشة، حيث قامت بتسويق وبيع أحد منتجاتها في البازار بعد تلقيها تدريبا ودعما كافيين. البازار أيضا تميز بحضور لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة الصم والبكم، حيث كانت متواجدة في البازار بإحدى الأركان الخاصة بالإكسسوارات والحلي، وهي أحدى خريجة من إحدى برامج المؤسسة عبر مركز الحماية وسبل المعيشة، تم تدريبها على المهنة وأعطيت لها الأدوات التي تمكنها من صناعة هذه الحلي والإكسسوارات. بازار اجتماعي وأسري لافت كان لمؤسستي الأمل النسوية وإنقاذ للتنمية يد وبصمة فيه، وللحضور الرسمي والمدني دعما إضافيا، وللأسر المنتجة فرحة وقدرا وميلادا جديدا.